هنعمل حاجة من الحاجات المقبلات المشهورة جدا، اتعزمت عليها قريب فعجبتني قوي فقلت اقولها لكم. انا عارف ان في ناس كتير هتقول لك جمبري وسمك سلمون. يا جماعة انا مش القصد منها ان انا اقول جمبري وسمك سلمون، انا قصدي اقول لما يكون مثلا في مناسبة، في احتفالية عيد الجواز، في عيد الميلاد، بدل ما بنطلع بره وناكل بره ونصرف قد كده فلوس، هنعملها ونقدم جنبها الصوص بتاعها وبعدين ناكلها، يبقى التكلفة اللي احنا هنعملها في البيت مش هتيجي ربع التكلفة اللي هناكلها بره. يعني جالي شوية جمبري من بورسعيد أو اسكندرية على حتة سلمون كده نقدر نعملهم. هو اسمها بتتبقى أو بتتقدم في المطاعم اسمها كاس مارتيني، كاس مارتيني، ولكن احنا هنقول بقى الجمبري بصوص المانجو، الجمبري والسلمون بصوص المانجو. تعالوا مع بعض نشوف هنقدمها ازاي. أول حاجة عندي خمس ست قطع كده من الجمبري الوسط، خمس ست قطع من الجمبري الوسط، وزيهم سلمون فريش متقطع شرايح رفيعة برضو، يعني خمس ست قطع زي ما عندنا. وبعدين نص كوباية دقيق، وبعد كده هنعمل عجينة طنبورة. عجينة الطنبورة ايه هي؟ عجينة الطنبورة مقاديرها كوبايتين من الدقيق وبيضة ورشة ملح ومية. عجينة الطنبورة كوبايتين من الدقيق وبيضة ورشة ملح ومية لغاية ما تبقى عجينة معانا انسيابية. وبعدين هنتبل بعد كده الصوص بتاعنا برشة بهارات وثمرة مانجو ونص كوباية مايونيز ومعلقة هوت صوص ومعلقتين صويا صوص، وكل ده مع بعضه هنقدمه وهتشوفوا في النهاية شكل الطبق عامل ازاي. ولكن هقول تاني سريعا المقادير. اي كمية جمبري 3 4 5 10 زي ما يكون عندي، وقدهم شرايح سلمون متقطعة كده بعرض مثلا 3 سنتي في طول الجنب بتاع السمكاية. وبعدين عندنا نص كوباية دقيق هنتبلها فيها، وبعدين هنغطسها في عجينة الطنبورة اللي هي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق وبيضة ومية ورشة ملح. وبعدين هنعمل صوص عبارة عن وبعد عجينة الطنبورة دي عندنا كوباية من البقسماط هنغطس فيها. بعد ما هنحمر ونعمل هنقدمها مع صوص. الصوص عبارة عن ايه بقى؟ نص كوباية مايونيز ومعلقة هوت صوص ورشة بهارات وثمرة مانجو متقطعة مكعبات و عفوا معلقتين من الصويا صوص. طبعا الأكلة دي زي ما قلنا حلوة جدا، طعمها رائع وبتتقدم غالية للغاية، غالية جدا. هات لي طبق تاني من فضلك عشان نفرد عليه. أول حاجة هنعمل عجينة الطنبورة، كوبايتين الدقيق أهم، ونحط عليهم البيضة، ونحط عليهم رشة الملح، وبعدين نحط مية. مية قد ايه بقى؟ لغاية ما العجينة تبقى معايا بالشكل اللي انا عايزه اهو. اظن مفيش اسهل من كده. تاني، عجينة الطنبورة هي عبارة عن كوبايتين دقيق وبيضة، ممكن يكون اكتر من كوبايتين الدقيق بس نفس البيضة، يعني مثلا الكيلو الدقيق ياخد بيضتين مش اكتر من كده، كيلو الدقيق ياخد له بيضتين، يبقى ممكن يكون نص كيلو دقيق عليه بيضة. ليه لا؟ شايفين انا بقلبها ازاي؟ ملح، شوية ملح والدقيق والبيض كله مع بعضه، وبعدين هنفضل نقلب فيها كده لغايه ما تديني القوام اللي انا عايزه. يعني ايه القوام اللي انا عايزه؟ يعني ما تكونش عجينه زي بتاعه المخبوزات ولا عجينه الرقاق ولا العجائن اللي احنا عارفينها، بتبقى عجينه طريه بحيث ان انا لما اغطس فيها ممكن تكون عايزه سنه ميه كمان، لما اغطس فيها الخليط بتاعي تبقى عجينه سهله. يعني شايفين بقى القوام بتاعها عامل ازاي؟ هي دي عجينه الطنبوره يا شيف يسري، هي دي عجينه الطنبوره. طب انا ممكن اعمل منها ايه؟ ممكن اجيب شرايح البتنجان اقطعها، تبلها ملح وفلفل، وفص ثوم او شويه ثوم باودر واغطسها واحمرها. ممكن اجيب الفلفل الحامي عفوا احشيه بجبنه فتة، الفلفل الحامي الاحمر، واغطسها فيها واحمره. ممكن احط الفلفل من غير حاجه، ممكن اي حاجه عايز احمرها فيها بحمرها فيها. اهو دي العجينه مشهوره جدا وفي تقديمها. يعني تعالوا بقى نجيب مع بعض كده البقسماط هنا، ونجيب الطبق اللي هنفرد عليه او نحط عليه. انا حاطط ثلاث جمبريات بالروس، بالراس يعني، وثلاثه من غير راس. دي شريحه السمك السلمون، السمك الفريش، سلمون فريش، سلمون فريش. شايفين انا حاطط ثلاثه بالراس وثلاثه من غير راس. هناخدها نلفها كده عليها كاننا بنلف رول لغايه ما تملاها خالص،
اهي، بعدين نقفلها عليها كده ونقوم جايبين طبق تاني من فضلك عشان نحط الدقيق فيه، ونقوم مغطسينها في الدقيق اهو، وبعدين ناخدها من الدقيق نحطها فين؟ في العجينة بتاعتنا بتاعت التمبورة. نغطس كله بقى مرة واحدة ونطلع من العجينة كده نصفيها اهي شايفين، وبعدين نروح نحطها فين؟ في البقسماط. لو عندنا بقى الدقيق الصيني انتوا عارفينه اللي هو بيبقى دقيق خبز صيني كده، ممكن نحطها في مكان البقسماط. ادي اول واحدة، وانا بس عملت اول واحدة ورا بعضها، لكن اصول نجيب ايه بقى؟ اصولنا نعمل واحدة واحدة عشان ما تلزقش معانا. يبقى هنجيب تاني قطعة السلمون، واحدة الجمبري ونلفها عليها اهي، بعدين نغطسها في الدقيق نحطها تاني دلوقتي لغاية ما نخلص كله عشان ما تنزلش في العجينة وايدينا تلزق ونرجع تاني يبقى في مشكلة. اهي كمان واحدة شايفين؟ رول، بنلفها رول كده وبعدين نغطسها في الدقيق، ده أول حاجة، وبعدين نحطها جنبها لغاية ما نخلص كل الكمية اللي معانا. طب هي ممكن تبقى حتة صغيرة؟ آه ليه لأ؟ ممكن، مش لازم تبقى كل الشريحة اللي إحنا مقطعينها دي. أهو. خلاص؟ بعد ما حطينا كده كمية السمك السلمون مع الجمبري، وبعد خلي بالكوا بقى في التحمير ما بياخدش وقت خالص، لأن أنتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت، وكمان سمك السلمون ده حساس جدا، والجمبري نفسه ما بياخدش وقت، يعني يا دوب اهو بعد ما حطينا كده وغطسنا نعمل ايه؟ ناخد دي على العجينه نغطسها في العجينه بقى المره دي، بعد ما نغطسها في العجينه ناخدها نحطها فين؟ في البقسماط. هخلص كله مره واحده بقى عشان ايه؟ نغير الكلافز ده. وبعدين بعد ما نغطسها خالص كده، دي تعتبر وجبه يعني اللي ياكلها، مش مقبلات بس يعني، تملى المعده يعني. مثلا مجدي عمال يقول لي دلوقتي في التليفون انا عايز شويه، ما ينفعش شويه، دي مش بالشويه، اه دي واحده، اه كده خلي طلبك بسيط كده، واحده يا دوب، وبعدين نغطس كده تاني لغايه ما نعمل كل الكميه، نغير اهو نحط في البقسماط، اما نجمعهم كلهم ننزلهم في الزيت السخن مره واحده. ليه؟ علشان ما فيش واحده تستوي قبل الثانيه. هو طبعا يستحسن ان احنا ايه نشتغل بايدينا كده على طول، بس انا هجيب ماسك احسن، كان من الاول احسن بدل ما انا نحير نفسي كده. ناخد كده نغطسها كده اهو، صح يا مجدي؟ اهو، وبعدين نحطها في البقسماط ونقلب اخر واحده اهي بقى، غطس هي بمجرد ما هتنزل في النار، مش حتى انا والله سؤالك وجيه يا مجدي، يعني مش كاتب وباحث اجتماعي وبس ومخرج، لكن اسئله برضو يعني ما يدور في عقل المشاهد، ما شاء الله عليك. خلاص يا عم انت خدت كل الالقاب، هقول لك ايه تاني. بيسألني بيقول لي احنا ممكن نثبتها بخلاية، قلت له لا، هي أول ما هتخش النار هتمسك على طول، هتشوف دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي هنا، حلوة جميل، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا اهو. انا عارف ده احنا بالشيء الفلاني، ده احنا مكلفين على رأي واحد صاحبنا يقول الله يكرمها، ربنا يكرمها، والله بتقول لك عامل كهارب ومكلف. طيب احنا حطينا الحاجات كلها تتحمر، وهي بتتحمر كده ما بتاخدش وقت، قلنا هنشوف. بص بقى، انت كنت بتقول لي بتفك اهي، ما فكتش اهي، ايه رايك يا دعاء؟ دعاء بقى بتقول لك مش عايزه واحده، عايزه اثنين، يعني شوف يعني، والله يعني مش عارف والله، يعني اما انت تاخدي اثنين مجدي ياكل ايه؟
طيب هنسيب دول يستووا مع بعض كده ويلونوا، وهشيلهم اهدي النار عليهم بقى عشان خاطر انا مش عايزه يتحرق او لونه يتغير. وبعدين هنروح نجيب بوله عشان نعمل الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا عباره عن ايه دلوقتي بقى؟ احنا قلنا عباره عن مانجايه، اي نوع مانجا متقطعه قطع، معلقتين من الهوت صوص اللي هو الصوص الحار، نص معلقتين صويا صوص، ونص كوبايه من الكاتشب. شيف يسري ده ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ مانجا وهوت صوص ومش عارف ايه يا جماعه القصه مش كده خالص. القصه ان لما باكل حاجه فيها نكهات مختلفه، اولا الطعم الحلو او السويت الموجود جوه المانجا بيضيع من الحاجات اللي بحطها عليها، يعني ما بيبقاش باين، ما بيبقاش واضح قوي اهو. وبعدين جربوا، يعني احنا ما بنخسرش حاجه. يعني انا دلوقتي لما بروح المطاعم اللي هي بتاعت السوشي او بتاعت الحاجات اللي هي بتقدم اكل صيني سويت اند ساور، بيقدموا حاجات زي دي كده بالشكل ده وباكلها. طب اشمعنى بقى انا مش عايز اجربها في البيت؟ عشان كده انا عايزكم تجربوا كل حاجه. نرجع تاني، مرجعنا هنا حطينا معلقه الصويا صوص والمانجايه والكاتشب والهوت صوص والمايونيز، وبنقلب كله مع بعض. شفتوا لون الصوص عامل ازاي؟ هنحط رشه بهارات صغيره. في حاجه طبعا نسيت اقول لكم عليها، اول ما بيطلع ده من النار هنرش عليه رشه ملح. طب ليه يا شيف يسري ما حطيتش الملح جوه؟ لا انا عايز الملح ده بقى اختياري، لان انا عندي هنا نكهات متعدده، نكهات ممكن. والله فكره حلوه يا ياسر، ممكن تجربه. ياسر بيقول لي ممكن نحط كالاماري او صبيط، قلت له اه ينفع. نيجي بقى هنا عشان خاطر كل النكهات بتاعتي تبقى مختلطه، هنجيب الهاند بلندر. اه عندنا الحمد لله كل حاجه، عندنا كل حاجه يا سي مجدي. مجدي بيقول لي انت عندك حاجه؟ قلت له اه عندنا. حلو كده اهو. ليه بقى؟ انا عايز قطع المانجا اللي انا حاططها تدوب في الصوص، فهنضربها شويه. ايوه مش ساعات لما اهو خلاص. ليه بقى انا عملت بالهاند بلندر ما عملتش في الخلاط؟ عشان برضو عايز القطع الموجوده عندي تفضل ثابته، قطع المانجا ادوقها ببقي. يعني هنا بقى طبق الغرفة اهو، نيجي ناخد الجمبري كده واحده كده وواحده كده، نحط دي الاول هنا ودي فوقها كده. وعايزكم بس تجربوا بصراحه، يعني هتعرفوا الفرق شكله ايه في الطعم. وبعدين اخر واحده اهي، وده حق مجدي بقى. ماشي، هنحط الصوص في بوله او ناخد شويه من الصوص كده عليه. يلا بينا اهو، يلا بينا اهو. شايفين بقى اهو، دي بقى يعني زي ما بيقولوا كده حكايه من حكايات العشق للناس اللي بتحب السيفود. وبجد بجد الصوص طعمه اكتر من هايل، جربوه. انا هحط شويه صوص في بوله جنبها، اللي عايز بقى ايه يسقسق كده زي الدب مفيش مشكله. بالهنا والشفا. هنشيل يسقسقها كده يعني اما تيجي يعني بتغمسها يعني يا اخي ده ايه ماسكين على الواحده.